السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الأملو اللي كي جديد وسهل بزاف 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 وبمكونات عندنا في البيت. أول حاجة البنات، أنا كنشد كاوكاو كنحمره في الفران تقريبا نصف كيلو ديال الكاوكاو، وبعد ما حمرته كنقشر على الطريقة هذه وكنحاول نحيد القشرة ديالو بهذا الشكل اللي كتشوفوا. البنات بعد ما نقيت الكاوكاو ديالي ها هو، من بعد غادي نحتاج المعلقه ديال العسل وزلافه ديال زيت الزيتون. بالنسبه للكاوكاو البنات ماشي ضروري تنقوه كامل، ممكن تخليو فيه شويه في القشور ماشي مشكل. من بعد كنشدو المولينكس ديالنا وكنحطو فيه نصف كميه الكاوكاو، كنطحنوه في الاول كنطحنوه مزيان. هاد الشكل. من بعد كنجيبو زيت الزيتون كنضيف ليه نصف الكمية اللي عندي، يعني نصف زلافة، وكنزيد عليه معلقة ديال العسل. البنات بالنسبة للعسل انا اكتفيت بملعقة لانني ما كنبغيش حلو بزاف، لكن اللي بغات الاملو يكون حلو ممكن تزيدي ملعقة اخرى، يعني جوج ديال الملاعق، وكنخلطو. صدقوني راه كيجي بنين وساهل بالنسبة اللي كيعشقوا املو، هذا راه اسهل املو. وانتم كتشوفوا معايا كيتطحن بهذه الطريقة. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديال املو ديالنا، هو راه كيجي زوين وساهل وبالصحة والراحة، وكنتمنى يعجبكم. الى اللقاء.